انصار انصار مرتبه ارتاح يا حليم. انا ما اعتقد مرتبه السادس منه كرار من الديوانيه هاي المجموعه يمه كانت انا كان عندي مجموعه كلها نجحت كاميرات حيدر وين كنت لما طارق احمد؟ ليش ما تجي تجون ولا اختبار احمد جيت بطارق احمد؟ من اجت وين اللجنه هاي؟ بس هاي ليش يعني بس هاي بس غالب قد اختبرنا ما جت قناه والله العظيم انا ليش وين هاللجنه جت الصور؟ لا لا ما جوزت استاذ احد يحكي يا شباب جوزت انا متجوز استاذ بس ايش العلاقه؟ سالت استاذ اكثر ولا اقل؟ انت ما نجحت بالاختبار وشفتك تعترض شنو الموضوع اذا ما نجحت ليش تعترض والله انا ما سويت اي فاول انا جاي من دهوك حكم اتحادي درجه اولى انا جاي من دهوك هاي الطريقه البعيده انا جاي اختبر انا صورت فاولات كلها ها انا صورت فاولات يعني هواي عندكم فاولات انا صورت اذا اكو فاولات ليش ما يجي يجيب بطاقات الصفراء والحمراء يجيب هاي عندك انذار بعدين انت سويت فاول ثاني اضطرت يعني انت تقول ما لا انا ما سويت فاولات بس انا صورت فاولات هواي ها انا صورت فاولات بالبدايه والنهاية. لا انا ما سويت فاولات يعني شنو عندهم مشكله وياك لا والله لا عندهم مشكله بس ما اعرف شلون هاي اللجنه ما صار ما اشوف دكتور اليوم شهد اعتراضات كثيره ورسوب العديد من الحكام بالاختبارات واكو اعتراضات من الكثيرين من الحكام اللي فشلوا بالاختبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالبدايه نشكر تواجدكم وهاي بالاكيد وهاي بالتاكيد حرصكم على متابعه كل صغيره وكبيره وخاصه مجال التحكيم المجموعة اليوم اللي اختبرت هم المجموعة السبق أن لم يجتازوا الاختبارات السابقة وعطيناهم فرصة ثانية أنه يختبرون مرة ثانية وهذا اليوم هو اختبروا الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى هناك نتيجة الاختبارات نفسها احنا عندنا ورقة وقلم وتعليمات الاختبارات أنه إذا أكو انذار ثاني وبعدين يخرج الحكم هو هذا الصار لكن اعتقد ان هم ما متعودين على هذا الشيء، متعودين ان المجموعه الثانيه او الاختبار الثانيه هي مساعده لهم. لا هاي مو صحيح. هو الاختبار اختبار واحد، واذا نتهاون بشيء بالتاكيد راح يصير سلبيات على الدوري، واحنا ما نريد يصير مشاكل مثل ما صارت العام، فنتمنى لهم فرصه ثانيه وان شاء الله يوفقهم. كم عدد اللي اختبروا اليوم؟ اختبروا اليوم بحدود ال 35 يعني بس 7 اجتازوا والباقي لم يجتازوا. فقط 7؟ نعم. والبقيه كلهم راح يعطونهم فرصه اخرى؟ ما اعتقد انه خلينا نجتمع تشكل لجنه حكام هذا الاختبار الفرصه الثاني هاي الفرصه الثانيه اعطيناهم اخذت تشكل لجنه الحكام ان شاء الله وهم اللي يقررون ان شاء الله
شكر. ماكو اقتناع بالموضوع الظاهر. اقتناع لانهم متعلمين انه يسهلون لهم بعض الامور وهاي مو صحيحه. مع الاسف يعني مو صحيحه هذا الشيء. هذا هاي اللي الترسبات اللي كانت سابقا هي اللي بالتاكيد بالتاكيد لياقته غير جيده راح يفشل. مو ليش الباقيين اجتازوا وما حد ما حكى وياهم. شكرا ان شاء الله. شكرا. That's awesome.